منذ تصاعد حدة المواجهة بين إسرائيل وحزب الله ثم إطلاق إيران وابلاً من الصواريخ، كثر الحديث عن أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية، فما هي أبرزها؟ إيرو 2 وإيرو 3 أنظمة دفاع مصممة لاعتراض وتفجير الصواريخ البالستية التي يتم إطلاقها من بعد آلاف الكيلومترات، يضاف لها مقلاع داوود الذي يأتي في المستوى الثاني أو المتوسط من الحماية، يتصدى للصواريخ البالستية قصيرة المدى، وكذلك يعترض الطائرات المسيرة وصواريخ كروز. تلي الأنظمة هذه الأكثر شهرة القبة الحديدية التي تعترض أهدافاً صغيرة وبطيئة وغير موجهة مثل القذائف الصاروخية والصواريخ قصيرة المدى كتلك التي تطلقها حماس ودرون. القبة هذه لديها نظام تحكم خاص يميز الأهداف القادمة، فإذا سقط صاروخ في منطقة غير مأهولة بالسكان أو في البحر فلن يتم اعتراضه، وكذلك تستطيع القبة اعتراض رشقات الصواريخ وأن تطلق 20 صاروخاً اعتراضياً في غضون 10 ثوانٍ.